إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. وده لايف لذيذ بقى ليه؟ لان هو لايف 18 بلس، فانا الحاج انت 18 بلس ممكن تتفرج، بس ده لايف 18 بلس مش هنشتم فيه حد، بس هنتكلم فيه عن التعريس. ليه هنتكلم ليه ليه هتتكلم فيه عن التعريس؟ ليه يا وائل هتتكلم فيه عن التعريس؟ لان انا شايف التعريس ده موضوع، ده فن. عن فن التعريس احنا هنعمل محاضرة عن فن التعريس. المحاضرة دي عن فن التعريس. ومش عارف ليه جاي على بالي الأغنية اللي أنا هشغلها دلوقتي دي، عشان أنا بحبها، هتدخلني في مود حلو كده عشان أتكلم بعد كده عن التعريس. لا تصدق بقى، مش عايز أشغلها لحسن يفتكروا إن أنا بغلط في البلد اللي كنت عايز أشغل الأغنية بتتكلم عليها. طب خلاص، نتكلم عن فن التعريس. هنبدأ بحبيب قلبي. بحبيب قلبي شعبولة، وهو بيقول لك كداب يا خيشة، كداب يا خيشة. فانا عايز اقول لك، انا واحد عماد حمدي بيقول لي يعني هتتكلم عن نفسك، وحاطط لك ان هو بيحب امه. ياد يا ضنا امك يالا يا روح امك، ياد يا عماد يا حمدي يا روح امك يالا. انا بتكلم عن نفسي يالا. لا ده انا هتكلم عن تعريسكو يالا، هتكلم عن تعريس امك يالا. انت بص، اصلا انت مبدئيا داخل تعرس لامك. هو حد بيحب امه يخش يقول للناس في البروفايل ان هو بيحب امه؟ ايه يا عم الشغل ده؟ ايه شغل التعريس ده؟ يا عماد يا حمدي يالا، هو انت عشان فاكر نفسك، هو انت عشان معرس فاكر كل الناس معرسين زيك يا عماد يا حمدي؟ يا عماد يا حمدي، يا عماد يا حمدي. قال لك احنا عايزين نعرس لعماد حمدي. يعني هو تعرس، يعني انت ادي عماد يا حمدي. عماد حمدي ده واحد داخل بيقول لي ان انا هتكلم عن نفسي عشان بتكلم عن التعريس. التعريس يا عماد يا حمدي بقى، انا فاهمك. اسمع بقى، انا لما بمدح حد وبقول حاجه فيه صفه فيه انا مصدقها فيه مثلا، هل كده انا بعرس له؟ لا طبعا، انا كده بوري واحد عنده حاجه جميله ان هو عنده حاجه جميله. امتى اعرس له؟ اعرس له، التعريس بقى بيبقى هو ايه؟ ان انا بمدحه لسبب. يعني انا مثلا لو انا بمدحك يا عماد يا حمدي عشان تبطل تشتمني في الكومنتات، ده يبقى اسمه تعريس. ده يبقى اسمه، يبقى اقفش تعريس، لان انا يبقى انا بمدح لسبب. هذا هو التعريس يا اهل مصر الكرام، وهذه ندوة عن التعريس. ها، فتقفش التعريس امتى؟ لما بيبقى المدح بسبب. لكن افرض ان انت قلبك حس بحاجة حلوة ناحية حد فبتقولها له، او افرض ان انت عايز توضح له حاجة في طبيعته الشخصية سواء حلوة او وحشة وبتقولها له، ده مش تعريس. والعيال اللي بتشوف ان ده تعريس، دي عيال من الايه، من العيال اللي هو ايه، من النوع الرخيص. يعني العيال اللي بتشوف انك تخش تقول لحد حاجه حلوه فيه تعريس، دي عيال من النوع الرخيص. وعلى فكره انا بشوف الحلو حتى في اوحش الناس اللي حواليا، اللي بيأذوني وبيضروني. ليه؟ عشان انا كده، وده مش تعريس يا هجيس، ده مش تعريس يا هجيس. انت بس واحد رخيص وما بتعرفش تقيس وفاكره تعريس، وهو مش تعريس. واخد بالك يا عماد يا حمدي؟ يا اللي انت اصلا ابوك لما قعد اسمه حمدي قال لك اسميه ايه؟ اسميه عماد حمدي عشان نعرس لعماد حمدي، لان ده تعريس. ان هو قلب حياتك كلها بقى اسمك عماد حمدي، فبقى كل الناس يعني انت غالبا مثلا يقول لك انت عماد حمدي، بس انت انا مش عماد حمدي الممثل، انا عماد حمدي المعرس. أنا
انا مش عماد حمدي الممثل، انا عماد حمدي المحرص. فاحنا عاملين ندوة عن التعريس، وجه عماد حمدي يتطوع بنفسه كمعرس عشان يحط نفسه في مواقف بايخة. يعني انا لو من عماد حمدي اتعب دلوقتي. خش خش، هذه ندوة عن التعريس، ومعانا عماد حمدي المعرس، مش عماد حمدي الممثل. وعماد حمدي بيحب أمه. يا حبيب أمك، يا حبيب أمك. وأنا على فكرة والمصحف لحد دلوقتي ما هشتمك بأمك ولا شتمتك بأمك. ليه؟ لأن أنا هتكلم عنك يا معرس بس. فعماد حمدي أو الشخصية المعرصة هي اللي بتبقى فاكرة كل الناس بتعرص زيه. يعني مثلا أنا لما أخش أكلم السيسي كلام رجالة وأقول له اعتراضات وأشتم كمان وأنا بقول له اعتراضات، وبعد كده أقول له كلام زين وكلام ناس عاقلين وحتى أقوله له بشكل فيرم، وهو حتى السيسي غالبا مش هيقبله مني، يقوم عماد حمدي بقى طالع لك زي المعرص يقول لك هذا تعريس، ده بيجيب من ورا، ده بيحطه مش عارف من فين، ده المخابرات بعتت له انه يعرس، اظبط طريق. لا يلا يا عماد، يا حمدي، يا معرس، يا هبل. يا جماعه اللي مبسوط وشايف ان انا مقضي حلو يعمل ضحكه على كومنت عماد حمدي، عشان عماد حمدي هو المعرس بتاع الليله. ليله يا ليله عماد حمدي، الليله الليله، الدور 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 الدور، موعوده يلي عليك الدور الدور. وعماد حمدي دخل يتطوع ويقدم نفسه كاحد المعرسين. الدور الدور، هل عماد حمدي هو شاب يستحق كل هذا الاهتمام؟ لا، ولكن عماد حمدي هو انا ماسك كل عماد حمدي في المجتمع. بيقرفوكوا يا بنات وبيقرفوكوا يا اولاد، يقول لك ايه، يعتبر لما انت تخش تقولي مشاعرك يقول لك ده تعريس. انت ادي عماد يا حمدي خالك احمد موسى. يالا يا مي يا ناصر، اوعى تغير صورتك. اذا كان عليا انا بحب وائل غنيم بتاع زمان، بتمنى تسيب شعرك. طب ما يعني مش عيب بقى كده يا مي؟ طب انا عاجبني شعرك كده، بصي. حبيني حبيني زي ما انا بحبني، والنبي 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 يا مي بقى، انا عايز حب حلو بقى، عايز حب من اللي هو ايه، انا حباك زي ما انت يا وائل، انا حباك، انا حباك على طول، فاهمه؟ وبعتي لي رسائل حب كده ودلعيني، لان عماد بيزعلني وبيتعبني والله، بيجيب لي حاجات في صدري. يعني انا في حاجه شدت في صدري من عماد، على فكره اسمه الحقيقي مش عماد، هو بيحب امه، فهو هتلاقيه ايه، ابن ام عماد، هو اسمه هيبقى ابن. وعلى فكره مفيش مشكله تحب امك، بس ما تجيش بقى تقعد تقولي بحب امي ملزق كده. يعني ماشي، يعني انت بتحب امك فانا مثلا كل البنات تحبك مثلا، ولا يعني ايه؟ يعني يا ضنا امك، يعني ليه داخل عاملها اعلان؟ ها ليه عامل داخلها اعلان؟ هنقفل بقى واقول لك سامحني يا عم، سامحني يا عم عماد حمدي، سامحني يا عم عماد حمدي، ارجوك ارجوك يا عم عماد حمدي، ارجوك يا عم عماد حمدي سامحني، بس بطل تعرس عشان احنا مش ناقصين معرسين. بلوك لعماد حمدي، لان برضو ايه، مش عايزينه دلوقتي ومش عايزين نشوفه تاني، لان هو واد بدون بدون. انا في المشروع وماسك نفسي بالعافيه من الضحك. مصطفى ضيف. اسمع 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 بقى، عشان نتكلم اشرح لك حاجات في التعريس مهمه قوي 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 قوي. على فكره احنا هنقعد ممكن نتكلم في التعريس ساعه. ها فبص بقى يا باشا، فاحنا التعريس بقى مشكلة ان المجتمع برضو زي ما هو مجتمع بيحكم بالظاهر، فهو التعريس مثلا انك تسمي الرشوة اكرامية، ده تعريس على طول، ده اظبط تعريس. ليه اظبط تعريس؟ لانك انت عارف ان في حاجة غلط. يعني انت مثلا كواحد معرس، اي واحد بياخد رشوة هو معرس بالضرورة، يعني كل واحد بياخد رشوة معرس، بس مش كل معرس بياخد رشوة، في معرسين ما بيردوش ياخدوا رشوة، بيعرس في حاجات معينة بس،